الشعب ده عايز الامان، الشعب ده عايز الامان. لما سلم البلاد للمجلس العسكري كان يطلب الامان، اول طلب كان يطلب الامن. بعد 4 شهور من تسلم المجلس العسكري نحن نطالبه بتحقيق الامن الفوري، وان احنا نعيش بسلام احسن كمان من قبل الثوره. ده اقل حاجه يقدمها لنا المجلس العسكري، لان احنا مش طالبين من المجلس العسكري انه يحكم، ولا طالبين ان هو يحدد لنا طريق المستقبل. احنا طالبين منه حاجتين: تطهير مؤسسات الدوله، ووضع البلاد على القضيب المضبوط عشان مصر تعبر لمصر الجديده. مش عايزين اكتر من كده. اسمهم ايه؟ عمرو. مشجعين الاهلي والزمالك قسما بالله شهاده حق، كانوا هم الوحيدين الحواجز كده. كل الشباب كان بيبقوا تحت وبيحددوا، هم الوحيدين اللي كانوا بيطلعوا بره السواتر ويروحوا يضربوا البلطجيه ويرجعوا. دي شهاده حق. محدش له فضل على الثوره. مفيش تيار سياسي في مصر بما فيه الاخوان المسلمين له فضل على الثوره.